طلعوا عليها لقب فينيسيا مصر، الشخلوبة، حكاية قرية مصرية وصلت للعالمية. أهلها بيتكلموا لغات وبتستقبل يومياً أفواج سياحية من كل دول العالم. خليكم معايا وانتوا تعرفوا حكاية القرية دي. الشخلوبة قرية في محافظة كفر الشيخ، لو رحتها هتحس نفسك في فينيسيا مش في مصر. القرية تبع المركز سيدي سالم، والسياح بيجولها من كل حتة في الدول العربية والأوروبية، وده بسبب شهرتها الواسعة. والمفاجأة في القرية دي إن مفيهاش بطالة نهائي، ومش هتلاقي شاب واحد عاطل عن العمل، وده بسبب موقعها المتميز على ضفاف بحيرة البرولوس، واللي خلاها تبقى من أوائل قرى كفر الشيخ اللي اشتغل أهلها في مهنة صيد الأسماك. وبيحكي سليم عرفة والمشهور بلقب سفير الشخلوبة عن تاريخ القرية علشان يكشف عن سر زيارة السياح للقرية في تصريحات لجريدة اليوم السابع، وقال إنها عبارة عن بقعة ساحرة وجميلة موجودة على خريطة محافظة كفر الشيخ، خصوصاً إن فيها مجموعة جزر صغيرة، وكل جزيرة هتلاقي عليها بيت زي جزيرة عبد الشافي الموجودة في وسط القرية. بس الغريب إن البيت ده مهجور والأشجار حواليه من كل حتة، وده اللي خلى ناس كتير تسأل إيه حكاية البيوت دي وأهلها فين. ومن هنا بدأت رحلات المصورين لاستكشاف قرية الشخلوبة علشان يعرفوا الإجابة من لسان الأهالي، اللي قالوا إن البيوت على الجزر دي كانت عبارة عن حلقات سمك بيقعد فيها صيادين القرية وبيبيعوا اللي اصطادوه اليوم بيومه. بس دلوقتي حلقات السمك اتنقلت لليابسة، وتحولت الحلقات دي لأماكن فاضية بيستخدمها الأهالي للتنزه والاسترخاء. مش بس كده، ده كمان القرية تحولت لمزار سياحي مهم، ومن كتر جمالها طلعوا عليها لقب اسم عروس البرولوس أو فينيسيا مصر. طيب هم ليه سموها بالشخلوبة؟ سفير الشخلوبة حكى سر تسميتها بقرية الشخلوبة، وقال إنها كانت عبارة عن مستنقع كبير قبل ما الناس تسكن فيها وتتملي بالبيوت دي كلها، وكانت بتتجمع فيها أسماك الشخلوب. بس أهل الشخلوبة مش شغالين في الصيد وبس، أي حاجة ليها علاقة بالصيد هتيجي على بالك، هتلاقي فيها معلمين كبار ورسين الشغلانة أباً عن جد. وعلشان كده القرية مشهورة جداً بصناعة المراكب زي ما قلنا، وفي جواها أربع ورش كبار زي ورشة العصفوري وعشيش وورشة زهران وورشة محمد فايبر، وأهاليهم بقالهم أكتر من 150 سنة بيمتهنوا مهنة الصيد، وده من بحيرة البرولوس، لكن مفيش أراضي زراعية في الشخلوبة. كمان قال إنه بتعتبر بحيرة البرولوس تاني أكبر بحيرات مصر الطبيعية، وإن الشخلوبة فيها أشهر الورش لصناعة المراكب. ومعظم الشباب اللي في القرية دي بيتكلموا لغات علشان يعرفوا يتعاملوا بيها مع السياح، وطبعاً دخلهم بيكون بالعملة الصعبة. واللي انت بتعرفوش إن بحيرة البرولوس فيها 28 جزيرة، أشهرهم كوم الدخلة وكوم سنجار وكوم الأخضر وكوم دشينة، وطبعاً جزيرة الشخلوبة. وعلشان كده بيكون في زيارات من أهل المحافظات المصرية للجزر دي، وخصوصاً الشخلوبة، وغير الوفود السياحية اللي بتيجي من ألمانيا وأوكرانيا وكمان فرنسا وكمان السعودية وليبيا والإمارات. وبتتجهز الرحلة للسياحة من خلال لانش مخصوص لزيارة جزيرة الشخلوبة، وبتبدأ الرحلة من 10 الصبح ولحد 6 بالليل. وعلى ضفاف القرية دي بتلاقي المراكب موجودة وموجود عليها الصيادين، واللي بيرحبوا بكل بساطة وبشاشة بالسياح والضيوف اللي بيزوروا القرية دي. وعلشان كده أي حد بيزورها على طول بيجي في ذهنه ذكريات عن ناس القرية وقد إيه هم ناس بسيطة وأهل كرم وبيعملوا ضيوفها أحسن معاملة. أنت أكيد سمعت عن بحيرة البرولوس، لكن قلنا سمعت قبل كده عن قرية الشخلوبة ولا لأ؟ وممكن تزورها قريب؟